جزيرة الخالدية التي تعتبر موقعا استراتيجيا في محافظة الأنبار أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش العراقي. هذه المدينة الواقعة جنوب الفلوجة استعادتها القوات العراقية إثر اشتباكات دامية بين الجيش ومقاتلي تنظيم داعش. اليوم نزح بشرى انهاء تحرير جزيرة الخالدية، هذه المنطقة المهمة والحيوية جدا في الشريان الحيوي الاقتصاد العراقي، وبنفس الوقت مضى عليها فترة زمنية طويلة جدا لاحتلالها من قبل العدو. تم تطهير المنطقة، وان شاء الله غدا سيتم تفتيش المنطقة بيت بيت، منطقة منطقة، بحيث لا نترك آثار لداعش في هذه المنطقة. القوات العراقية مدعومة بميليشيا الحشد الشعبي نفذت ضربات جوية ومدفعية ضد آخر جيوب التنظيم المتطرف بالمنطقة، ضربات أسفرت عن مقتل أزيد من 100 عنصر في صفوف داعش لتضع حدا لسيطرة التنظيم على المدينة بشكل نهائي. تحرير جزيرة الخالدية في الشمال الشرقي للأنبار يفتح الباب أمام تحرير المحافظة بالكامل، ويأتي ذلك غدا تحقيق قوات الجيش مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكاسب مهمة ضد مقاتلي داعش بالمنطقة بعد استعادته الرمادي من قبضة التنظيم المتطرف وسيطرته الكاملة على الفلوجة، المدينة التي كانت معقلا رئيسيا لداعش في بداية يونيو المنصرم. من جهة ثانية، لا تزال المعارك مستعرة في جبهات الجيارة والشرقاط جنوب الموصل، في الوقت الذي نفت فيه مصادر من الجيش العراقي أنباء عن توقف عملية تحرير الموصل التي يسيطر عليها مقاتلو داعش منذ قرابة سنتين. وقالت هذه القوات إن تحرير جزيرة الخالدية سيفتح المجال أمام استئناف عملية تحرير الموصل، إلا أن الوضع المتفاقم على الصعيد الإنساني وسط تخوف من استغلال المدنيين من طرف مقاتلي داعش كضروع بشرية يثير المخاوف ويتطلب خطة محكمة لتحرير المدينة بأقل الخسائر الممكنة.